يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما قرئ: وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح، يقول إيش؟ يقول وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به، فما معنى كلمة والصالح؟ الرجل الصالح يعني بالنبي أو الرجل الصالح. نعم.